اتفرجت على ماتش الاهلي والزمالك انت؟ اتفرجت على ماتش ايه رايك في الماتش؟ بص، المباراه رايحه للفرقتين، بس الزمالك كان ممكن يتفوق لو كان نيمار دخل الانفراد اللي هو كان ممكن اللي هو الهدف الفرصتين التاني الاخرانيين بالظبط، وحصل انفرادين تانيين ولقيناهم الكره بره، انفراد تاني برضو وانفراد للولد الاسود الجديد الافريقي ده متيبه لعب بالظبط. كويس بس لسه محتاج شويه، لسه سنه هو صغير برضه، يعني بس لسه سنه بعيد، صغير يا كابتن. لسه بعيد يا كابتن. انا عايز بطوله، صح، انا جايب متفق لعيب معاك. بيلعب بطوله، مش جاي لعيب ان لسه يا ربي انا ما خلاص. خد بالك هو ناشئ يا كابتن. التربيه دي عندي من ابنائي اللي هم في النادي، لكن لعيب يجي النهارده عشان استنى عليه سنه او سنتين وانا دافع له قد كده ازاي؟ هي رمي فلوس، هو خد بال حضرتك كابتن، هو متقيد تحت السن، هو متقيد تحت السن، فمش اكيد مش مكان يعني مش مكان مش واخد مكان للفريق الاول يعني. بالظبط. لكن اللي انا عايز اقول ان كل لعيب من اللعيبه دي لازم تكون جايه ليها مقوماتها، ولازم يجي يأدي، يطلع يجي النهارده انت جاي نادي الزمالك او جاي نادي الاهلي لازم تنزل تأدي المباراه، مطلوب منك انك انت تعمل كده. واحنا بنحفز اللعيبه، يعني احنا النهارده ايه، الواحد مثلا كان بعض اللعيبه ما كانوش لسه تأقلموا مع الفريق في نادي الزمالك، النهارده لا، في تأقلم، بشكل المدرب أفضل. اشتغل معاهم شويه كويس، عمل شغل، ابتدى يعمل شغل، وده النتيجه ظهرت في المباراه ان الزمالك قدر يتمكن من الفوز في مباراه الاهلي. ايه رايك في اداء مستر جوميز مع نادي الزمالك يعني؟ والله رؤيتك هو الفنيه بص، التغييره اللي حصلت او التغييره اللي هي حصلت اولين عبد الله السعيد وخروج احمد حمدي من الملعب دي كانت تغييره ما كانتش لازم وبعديها تحصل. ناصر ماهر على طول. يعني ما طلعش الاثنين عنصرين مهمين جدا، احمد حمدي ركب واشتغل، فانت كنت عايز تخرج ما تخرجش عبد الله السعيد، استنى عليه ربع ساعه الاولانيين وبعد كده اشتغل عليه نص ساعه الاخرانيه. شايف ان هو هينجح مع نادي الزمالك؟ لحد دلوقتي طبعا عمل شكل وعمل مباراه طبعا مهمه جدا، مباراه الاهلي والزمالك دي المباريات اللي هي قدر فعلا يتفوق على المنافس، فقدر يكسب النادي الاهلي وده اللي كان مطلوب منه. يعني لو توفر له امكانيات ممكن يعمل شغل كويس مع نادي الزمالك. طبعا اكيد لو في لعيبه، طبعا احنا عندنا في بعض الاماكن ناقصه، زي لكن النهارده مثلا نادي الزمالك محتاج ايه يا كابتن عشان نرجع نادي الزمالك يعني بالقوه انت بتاعته؟ محتاج النهارده يعني جنب عمر جابر بكره التاني كام انت لعيب؟ فاهم، احنا محتاجين ناحيه الباك ليفت، عايزين لازم سيرد باكين، ده هتفق معاك. يعني انت فاهم، سيرد باكين تانيين مهمين جدا يبقوا اضافه مع المجموعه. انت محتاج خط الظهر بالكامل يبقى البديل والبتاع، ويحصل منافسه بينهم وبين بعض. نادي الزمالك مش محتاج حارس مرمى مع عواد؟ ممكن يبقى محتاج حارس مرمى، بس انت شايف ان حراس المرمى الموجودين في قليل السوق قوي، كل قليلين ده حقيقي. بعد فما افتكرش الحته دي. يبقى احنا النهارده في الناحيه الدفاعيه محتاجين الدعم، ان هو ان احنا نجيب اربع لعيبه، لان النهارده ممكن يحصل تغيير، عمر جابر يقدر يلعب في نص الملعب، يقدر يلعب ناحيه اليمين والشمال، عنده المقومات الحته دي، لكن دوره الدفاعي قل شويه، لكن هو لعيب كويس جدا. بالظبط، ماشي لكن كويس اول فتره. وخلي بالك انا اللي حطيته باك رايت. لا والله، عمر جابر وكان بيلعب اساسا ايه؟ كان بيلعب معايا في المنتخب، كان بيلعب اساسا ايه مكانه؟ هو كان قاعد بنص ملعب، نص الملعب، وبعد كده انا حطيته باك رايت، واحمد توفيق كان بيلعب سيرد باك، وانا حطيته ديفندر. ديفندر، يعني فخليت بقت دي المراكز بتاعتهم الاساسيه. ماشي.